انطلاقة هذه المباراة الكبرى. من كبيرة التعليق معكم فارس عواض، ونلتقي اليوم من أجل متابعة مباراة غير عادية في نصف نهائي كأس العالم، منتخب بلجيكا في مواجهة إيطاليا. الأمور تشتعل أكثر وأكثر هنا في هذه المسابقة مع وصولنا للدور نصف النهائي، والعيون كلها على المباراة النهائية. 90 دقيقة حاسمة من أجل استمرار حلم معانقة اللقب. باريلا بيجرب بيشوت، يعترضون الطريق بكل سهولة. كيزا، تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تظهر على الشاشة تشكيلة المنتخب البلجيكي. في المرمى يتواجد كورتوا، يان فيرتونخيل سيلعب بجوار ألدرفيلد في الخط الخلفي، دي بروينز سيبدأ مع كاراسكو في مركزي الجناح. في الأمام راح يتواجد رأس حربة وحيد في تشكيلة الفريق اليوم. وهذه هي تشكيلة المنتخب الإيطالي. في حراسة المرمى دوناروما، ليوناردو بونوتشي سيلعب إلى جانب باستوري في الخط الخلفي، ماركو فيراتي سيبدأ مع باريلا في وسط الملعب، وفي الأمام لدينا شيرو إيموبيلي. كرة سهلة يمسكها حارس المرمى. الكرة بتروح من جانب بلجيكا. درايس ميرتنز، إتاحة الفرصة أمام المنتخب البلجيكي. كيفن دي بروين، تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. درايس ميرتنز يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. إيموبيلي، ماركو فيراتي، إبعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. تروسارد، ملعوبة إلى إنسيني. وفي هذه اللحظات صافية. الشوط الثاني يبدأ بركلة البداية من المنتخب الإيطالي. تدخل جميل من فيرتونخن ويستعيد الكرة. دي بروين، ضرب في الملعب يعطي الفرصة لدي بروين للتقدم. وصلت إلى توسار، تصدي جيد للكرة. تنفذ بشكل قصير، عرضية من ميرتنز. خطورة قائمة بعد فشل في تشتيت الكرة. تدخل مثالي في داخل ال 18. باريلا، كرة تصل سهلة في أيدي كورتوا. سيئة حتى هذه اللحظة، تتكلم عن فشل هجومي واضح بالنسبة للفريقين، نشاهد ذلك في الإحصائيات. حقيقة نتمنى بأن تصبح الأمور أفضل وأن نشاهد مباراة ممتعة. درايس ميرتنز، أوه، تدخل كان حاسم في هذه اللقطة. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة.
ميرتنز مطالبة بالتسديد، تصويب الآن يوقف حارس المرمى. يأتي وقت التغيير في هذه اللحظات والخروج للدكة. إبعاد سيء والخطورة مستمرة. كراسكو، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوهو، كرة في المرمى، هدف أول في السيمي فاينل. المباراة تشتعل، التأهل النهائي أصبح على المحك والأجواء أكثر إثارة. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. نحن الآن على بعد لحظات من نهاية المباراة، وطبيعي بلجيكا هي الأقرب للانتصار نظرا لتقدمها في النتيجة، لكن لا شيء يحسم إلا مع الصافرة. اليوم أثبت الفريق قوة دفاعية كبيرة في الحفاظ على نظافة شباكه، والمهمة اقتربت من الانتهاء، وما عليهم سوى الحفاظ على نفس الأداء الدفاعي القوي حتى تحقق الهدف. الحلول أمامه في الهجوم. روميلو لوكاكو، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. دقيقة واحدة تضاف كوقت بدل ضايع. وصلت إلى باريلا. إيموبيلي، مستحيل التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة.